في هذه الحلقة أهم أحداث سباقات الخيل لهذا الأسبوع: خيالة عالميون والاستعدادات لاستضافة كأس السعودية، نظرة على إسطبلات الأمير سعود بن سلمان، تجربة المضمار العشبي في الميدان. مرحبا بكم في برنامج سباقات الخيل السعودي. جائزة مشرف بن مطلق بن شنان التقديرية كانت من أهم سباقات الحفل 49. لنتابع أحداث السباق. إذن متابعينا الكرام، لحظات قليلة فتحت البوابات على بركة الله، اندفعت أفراس الإنتاج عمرها 4 سنوات فأكثر بجميع درجاتها متنافسة على النسخة الأولى لجائزة مشرف بن مطلق بن شنان التقديرية، جائزة عميد المدربين في لمسة وفاء كبيرة من نادي الفروسية. يبدأ أو بل تبدأ الانطلاقة عتادة في المركز الأول، قحوم تتابعها في المركز الثاني، منبهرة ثالثا ورابعا همايم، وخامسا مستجارة في ظل حضور متميز من كل هذه الأسماء. طمعا بالظفر بالنسخة الأولى لجائزة عميد المدربين مشرف بن مطلق بن شنان التقديرية في هذه الأمسية الفروسية الكبيرة، الانطلاقة بدأت مع عتادة بطلة كأس المؤسس، تتقدم تقود هذا الشوط بقوة، الاقتراب من 600 متر الأخيرة والاقتراب من اللحظات الحاسمة، وعتادة لا زالت تقود الشوط. عتادة بقوة للمركز الأول بقوة، الاسطبل الأحمر بقوة، همايم قادمة للمركز الثاني قادمة، وعازفة هي الأخرى قادمة عازفة، أبناء الاسطبل الأحمر بكل قوة يسيطرون، عازفة للمركز الأول تحافظ على الصدارة، تحافظ على الصدارة ابنة سليبنج إنديان إلى خط النهاية، وجائزة مشرف بن مطلق ابن شنان التقديرية. إذن جائزة عميد المدربين مشرف بن مطلق ابن شنان التقديرية للاسطبل الأحمر اسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، ألف مبروك هذا الانتصار المميز. وجائزة عميد المدربين مشرف بن مطلق بن شنان يرحمه الله للاسطبل الأحمر في ارتباط وثيق. نادي الفروسية بالرياض يتهيأ لاستقبال أمهر الفرسان وأقوى الخيول العالمية لانطلاق الكأس الأغلى التي تستقطب الأرقام والمشاركات القياسية وتكتب صفحة جديدة في تاريخ رياضة الفروسية. أتطلع لاستقبال كل الضيوف اللي حيجون في آخر الشهر هذا. المستوى الخيول المشاركة بشهادة الجميع، لأن نشرنا كل المعلومات، أنها يعني يصعب أن تجد مثيل لهذا المستوى في أي سباق في العالم. في عندنا سباق أحد الأشواط يعتبر يعني بينوا لي الإخوان أنه أعلى مستوى في تاريخ سباقات العشبية، تجتمع هذه الخيول في مكان واحد في سباق واحد اللي هو مقياس الهانديكاب، فهو أعلى هانديكاب في تاريخ سباقات الخيل. سبق المملكة أنها احتضنت فعاليات ومناسبات رياضية كبيرة، ولكن بالنسبة لاحتضان سباق كبير أخذ الجهد الكثير وأخذ الإقناع الكثير لكثير من المدربين والملاك من حوالين العالم. السباق الرئيسي لكأس السعودية سيقام على مسار ترابي بطول 1800 متر إلى جانب سباقات أخرى دولية تقام على المسارين العشبي والترابي بجوائز تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار أمريكي. بإذن الله إن شاء الله تعالى أن السنة يعني تختم هذه
الاستعدادات بالنجاح إن شاء الله والخروج بالمظهر اللائق لرياضة الفروسية في المملكة العربية السعودية والمملكة العربية السعودية. هذا الشيء الحمد لله نفخر فيه، يعني على كل حال أنه تصير بطولة عالمية عندنا كأغلى جائزة بالعالم كأس السعودية، هذا شيء عظيم الحمد لله. وهالخيال اللي جو العالمين اليوم، يعني هذا انطباع كويس يعطونا للعالم من سيدتنا وعن سواء الميدان الترابي أو الميدان العشبي. حدث استثنائي سيدشن مرحلة جديدة من تاريخ الفروسية على ميدان الملك عبد العزيز وميادين العالم أجمع من حيث القيمة والمضمون. الجزء الثاني من سباقات الجمعة كان من أهمها سباق مساهمة نادي الفروسية، لنتابع معا أحداث الشوط. ترفع الراية استعدادا للانطلاقة، فتحت البوابات على بركة الله في تسع أشواط هذه اللمسية، وإلى مساهمة نادي الفروسية 180 ألف ريال. تنتظر عشاق الانتاج السعودي، تنتظر هذه الأسماء القوية. يبدأ أبو شيبة إلى المركز الأول، عويس من المسار الداخلي، مزعل الفرسان في المرتبة الثانية بشعار ناصر الربيعة، عيونهم إلى هذه المساهمة الرائعة 180 ألف ريال. تاج الزعامة يتقدم في المرتبة الثالثة، نورة نوارة تحمل رقم 4 في المركز الرابع، يسرية بشعار العساكر في سادس المراكز. هنا الأبطال تتقدم، عويس ومزعل الفرسان وأيضا تاج الزعامة مع أبو شيبة. يبدأ تاج الزعامة بشعار ابناء الشريف الزاعل المركز الأول. الخوف من الأسماء الداخلة بدخول قوي مميز. يبدأ عشق نجران عبر المسار الخارجي والداخلي أيضا قادما عاتبهم. هل يعاتب هذا الحضور القادم؟ عشق نجران يتقدم إلى المركز الأول. هل يعود تاج الزعامة إلى أصل مساهمة نادي الفروسية؟ عشق نجران إلى خط النهاية يرسل أجمل التهاني. هنا عشق نجران إلى خط النهاية بشعار منيف منيف، تدريبات أيضا منيف محمد وقيادة إيدي كاسترو إلى خط النهاية. هنا إيدي كاسترو يتلقى التهاني والتبريك، وهنا أيضا يصل محبي مالك المدرب منيف محمد صالح منيف، وأيضا مع بقية طاقم الإسطبل. أجمل الصور التذكارية، أجمل الصور الرائعة، أجمل الصور أيضا المميزة مع الجواد عشق نجران. مشاهدينا ضيوفنا الأعزاء في هذه اللحظات مراسم تتويج مساهمة نادي الفروسية، يسلمها سعادة الأستاذ خالد العشيري، يسلم مساهمة نادي الفروسية إلى مالك الجواد عشق نجران المالك منيف محمد صالح منيف، وأيضا الصور التذكارية الجميلة مع الخيال إيدي كاسترو وبقية طاقم الإسطبل. أجمل انتصار الجواد عشق نجران. النتائج الأخرى لسباقات الحفل 49 كانت على النحو الآتي. أول مضمار عشبي في تاريخ سباقات الخيل السعودية يرى النور هنا في نادي الفروسية بالرياض منذ تأسيسه في العام 1965. المضمار سيحتضن ثلاثة من أصل خمسة سباقات في كأس السعودية بمجموع جوائز تبلغ قيمتها ملايين الدولارات. انتهينا من أول تجربة للميدان العشبي، سعيد جدا بالنتائج. الآن أستطيع أن أقول أنه عندنا من أفضل المضامير الترابية والعشبية. ابتدينا بالعمل فعليا من 5 شهور على هذا المضمار، وكان قبلها كثير من
من الزملاء متخوفين نوعا ما، ولكن الحمد لله بتوجيهات سمو سيد ولي العهد ودعمه دعم ما أعطانا مجال أن نفشل. المخضرم فرانكي ديتوري قاد تجربة على المضمار رفقة أبرز الخيالة العالميين الذين أبدوا ارتياحهم لنوعية المضمار وجودته. Today we really tested it. We went a good gallop. We went as fast as we could round the turn. That was the most test we wanted to do. On straight lines, there is no problems. All horses have a good grip. The ground is perfect. We like to have him like this race day. You know, I was always very confident coming here of what we were going to see and what's been achieved. So I think they've done a fantastic job. The main thing to get out of today's exercise was how fundamentally the track feels to ride and the nature of the track and ultimately how the grass feels. And I have to be honest, we couldn't fault it at all. All of us pulled up and we said, wow, that was a lot better than we could ever expect. For the level of horse we were riding, and we got a true reflection of the track, which I thought rode sort of genuine good to firm ground and very level, very fair. The turns were cambered beautifully, and yeah, the horses naturally step onto the near four around the turns, and it's a very, very well laid out track. I think what has been achieved in a very short space of time is staggering. I think we know STRI are world class, world leaders in their field. I think what they've done is superb. The detail and the attention they have gone to is phenomenal. تجربة رسخت الانطباع الجيد عن هذا المسار الذي سيكون جزءا من الحدث العالمي المقبل في موطن الفروسية السعودية. بعد الفاصل، رجيد يفوز بسباق كأس وزارة الإعلام، جولة داخل إسطبلات الأمير سعود بن سلمان، الإسطبلات المفضلة للجماهير. سباق كأس هيئة الإذاعة والتلفزيون كان من أهم سباقات الحفل الخمسين، لنتابع معا أحداث السباق. لتعلن الاكتمال لإجياد وأفراس الثلاث سنوات الباحثة عن الانتصار وكأس هيئة الإذاعة والتلفزيون، اندفعت مشاهدين الكرام جياد وأفراسي الثلاث سنوات الباحثة عن كأس هيئة الإذاعة والتلفزيون على مسافة الميل، مسافة 1600 متر لاندفاع للعباسة، تندفع الآن بقوة في صدارة هذا الشوط المركز الثاني لنشوى، فيما أيضا مصارحة تبدأ في المركز الثالث مع البذالي الذي يتقدم الآن للمرتبة الثالثة، البذالي فيما الصدارة للعباسة
العباس في المرتبة الأولى فيما محاولات مصارحة وأيضا البذالي للوصول للمركز الأول في مطاردة للعباس صاحبة الانطلاقة الآن في المسار الداخلي. الصدارة والتحاضي ما بين البذالي ومصارحة الأسماء الأبرز في هذه المواجهة الآن يتحاذيان يتصدران الشوط الآن لحسم نتيجة هذه الكاس. الخوف من القادم الحجر في كذلك الغفات. إنه كاس هيئة الإذاعة والتلفزيون البذالي حلو الغرام. إذن هباس مشاهدين الكرام بالفعل كان حاضرا لينتزع كأس هيئة الإذاعة والتلفزيون. هباس لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز يقدم نفسه بشكل رائع وجميل ويعلن انتصاره الثاني. في هذه اللحظات يسلم سعادة المستشار مدير عام مكتب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الهديب كأس هيئة الإذاعة والتلفزيون للمشرف الإداري على اسطبل أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز المدرب سعود برزاق الشيباني وكذلك المدرب بدن السبيعي والخيال عبد الله الفيروز بعد فوز الجواد هباس بكأس هيئة الإذاعة والتلفزيون لهذا العام. ألف ألف مبروك. يصل أولا إلى خط النهاية وحش. النهايات تفسرها البدايات، هكذا هي حال هذه الخيول على المضامير، وصورة تبدو أجمل إذا ما سلطنا الضوء على كواليس تحضيرات هذه الأحصنة في الإسطبلات. أين تعيش؟ ماذا تأكل؟ كيف يتم تدريبها ورعايتها؟ تفاصيل دقيقة لا تغيب عن القائمين على إسطبل الأمير سعود بن سلمان. هذا طال عمرك الاسطبل متوسع فيه، هذا المجلس وهذا المكاتب وهذا طال عمرك الهنجر حق الخيل وهذا الهنجر الثاني. هذا الاسطبل يشيل يمكن فوق 20 راس. هذا الاسطبل اللي فيه الخيول اللي تجيب الكؤوس وتجيب كله من فضل سمو سيدي الامير. هنا يتم تحضير ورعاية خيول السباقات. كل موظف تقع على عاتقه مسؤولية حصان واحد لضمان النتيجة الأفضل. مش أنا بس، كل المدربين تيجي الصبح على خيلها، بدأ تشوفها الخيل الصبح. طبعا في بكون مسؤول بالإسطبل، بكون عم بجهز كل شيء. طبعا بدك تيجي أنت تسألها وتقول له فلان وفلان من قبل بيوم، بتقول له فلان وفلان بيطلع والدفع وكذا. لازم عرفت مشان يعرف هالمسؤول هذا يطلع لك إياها دفعة دفعة. طبعا الصبح الساعة 4 بنروح على السيرة، 4 الفجر بنشغلها أول دفعة ثاني دفعة، بكون الخيال كلهم موجودة هنا بنشتغل هالشيء هذا. أسماء لمعت في المضامير وتوجت بالجوائز: وجه الرياض، فيدرالية، سوبر أكشن، مجتاحة وغيرها. أنا بوريك الحين، أنا بوديك المجلس. خيول استقرت إنجازاتها على هذه الجدران. هذا المجلس وهذا كاس الملك فهد وهذا كاس المؤسس رحمه الله، أكبر كاس حققنا اللي هو كاس المؤسس، وهذا كاس المؤسس صورة خادم الحرمين الشريفين والأمير سعود بن سلمان، هذا أكبر كاس كسبناه. إسطبل سابق الجميع بالعديد من الكؤوس التي اقترنت خيوله بالألقاب منذ لحظة ولادته. وجوبيرتو راموس خاض سباق كأس وزارة الإعلام على ظهر الحصان رجيد. لنتابع تفاصيل السباق. استعداداً للانطلاق مشاهدينا ضيوفنا الأعزاء، فتحت البوابات على بركة الله في ثامن أشواط هذه الأمسية والشوط الرئيسي الثاني في أجمل انطلاقات. تبدأ الأول، يبدأ المركز الأول غامض بالشعار الأبيض، الثنائي الأبيض ثم المثلث الأحمر وأيضا ثنائي اسطبل سمو الأمير سعود بن سلمان عبر المسار الخارجي. يبدأ أدهى إلى المركز الأول، هنا أشاهد دولما
الفرس القادمة في المرتبة الثالثة، إذن تقدم أدها إلى المركز الأول. المطاردة من قبل غابط في المركز الثاني. أيضا مشاهدين الكرام، ساطية قادمة في المرتبة الثالثة مع أيضا رجيدة إلى المركز الأول. رجيدة، هل من جديد يا رجيدة؟ يتقدم عبر المسار الخارجي رجيد. رجيدة يقدم المزيد في هذه اللحظات بقوة بشعر سمو الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز إلى المركز الأول. تدريبات خالد العضياني إلى خط النهاية. رجيد ما شاء الله تبارك الله، رجيد قيادة جبرتو راموس، وهنا بطل هذا الشوط، بطل كأس وزارة الإعلام وبطل هذه الأمسية في ثامن الأشواط. أتى بدخول قوي، تقدم المشرف الإداري لإسطبل سمو الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز مطلق أبو اثنين، وأيضا المدرب خالد العضياني وكذلك الخيال جبرتو راموس يستلمون كأس وزارة الإعلام من يد سعادة الدكتور ناصر بن صالح جيلان وكيل وزارة المشرف العام على الشؤون الثقافية. ألف ألف مبروك على هذا الانتصار الغالي وعلى هذا الكأس المميز للجواد رجيد الذي أضافه إلى خزينة الإسطبل وإلى سجله الخاص. يحضر رجيد بكل قوة ويكون من أهم الأسماء في الميدان السعودي على مسافة 1400 متر. يرفع راموس هذا الكأس الغالي، كأس وزارة الإعلام. النتائج الأخرى لسباقات الحفل 50 كانت على النحو الآتي: رجيد يقدم المزيد في هذه اللحظات بقوة بشعر سمو الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز إلى المركز الأول. الجواد رجيد يكسب الرهان مرة أخرى ويضيف إنجازا جديدا إلى سجله الحافل بالجوائز، سجل خطف الأضواء من بقية الجياد خصوصا تلك التي تجاوز عمرها 4 سنوات. أنا شريت رجيد وهو درجة مبتدئة، وأول مشاركة له معي كانت في الطائف، ما هو الطائف الماضي اللي قبله، وحقق مكسبين اللي هو المبتدئة والثالثة في الطائف. وبالنسبة للعام الماضي حقق 4 انتصارات معي اللهم لك الحمد، ما أذكرها بالضبط لكن من ضمنها إضافي وسيارة. والسنة هذه حقق في بداية موسم الرياض جاء ثالث، وبعدين جاء ثاني، وبعدين حققنا الشوط الإضافي 250، وبعده كأس الكشافة جمعية الكشافة، وبعده كأس جامعة الملك خالد. مسيرة حافلة بالألقاب عززت مكانة رجيد في مضامير السباقات ومهدت الطريق للمنافسات والكؤوس القادمة. نعرف احنا مستوى رجيد وش يبغى والمسافة وطريقة ركضه، وتعاملنا مع تعامل جيد والحمد لله وفقنا الله. وبعد سباقه الأخير انتقل إلى ملكية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان. إنجازات هذا الجواد تعكس التطور الملحوظ لصناعة الخيل في السعودية، وبالأخص تلك المتعلقة بالخيول المحلية والشروط الواجب توفرها في خيل السباقات قبل الاستحواذ عليها. أي مالك خيل وله معرفة في الخيل، بدقري الحصان، شكل الحصان، أبو الحصان، أم الحصان، إذا كان راكض وش سوى، هل أنا أقدر أتعامل مع الحصان، هل يفيدني، كل هالأمور هذه تحكم على المالك على أساس يقدم على شراء أي جواد. وبعد انتقاله إلى إسطبلات الأمير سعود بن سلمان وفوزه بكأس وزارة الإعلام، بات رجيد وغيره من الخيول سفراء سباقات السرعة السعودية في الميادين العالمية. والله في اسطبلات كبيرة هذه ما فيها شك، اسطبل الأبيض، اسطبل الأحمر، والله أحب اسطبل الأمير فيصل بن خالد، اسطبل الأمير متعب بن عبد الله، اسطبل الأحمر بالنسبة للخيل اللي جودة الخيل اللي عنده، اسطبل أبناء الملك عبد الله والأمير فيصل بن خالد، فقيد الفروسية اسطبل الأزرق، اسطبل الأبيض سلطان الكبير، كل اسطبلات نشجعها، اسطبل
الشيخ بن زعير رحمة الله عليه. هذه اسطبلات كبيرة جدا ودائما نتابعها. عنده نوعية خيل جيدة. كنت صغير وأنا أتابع اسطبل الأبيض. كل اسطبل فيه رؤوس تدعوك للمشاهدة والمتابعة. مستعدون دائما لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم. للتواصل معنا بخصوص سباقات الخيل السعودية، الرجاء الكتابة إلينا على روابط التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة.